السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو حيكون في شرح مبسط عن الذكاء الاصطناعي والتشات جي بي تي. تمام، الهدف من هذا الفيديو انه يستعرض بشكل عام الفكرة بحيث انه يكون عندك وعي وتستطيع انك تتخذ قرار في الاتجاه اللي انت هتطور فيه الخدمة او المنتج. تمام، طيب اذا افترضنا انه تشات جي بي تي هي فقط، يعني لو جينا نطبقها على الواقع فهي اخذت من مجال الكلام مجال واسع، في له لغات وفي له اساليب كثيره. تمام، ولكن تنظيمها هو ايش؟ هو علم اللغة. تمام، فالجزء اللي تشات جي بي تي وفره هو تطبيق فقط، يعني في عالم الاي اي تطبيق واحد منه هو تشات جي بي تي او الاوبن اي اي البلاتفورم تبعهم اللي هو جي بي تي 4 او جي بي تي 3. فهو اداك ايه؟ اداك الاداة. تمام، الأداة اللي احتمالاتها تكون واسعة. تمام، فأنا مثلا اليوم لو أديتك أداة الماكينة هذه ممكن تعمل بيها دباب، ممكن تعمل بيها سيارة، ممكن تعمل بيها أي استخدام، سواء كان أدوات صناعية أدوات هذا، فأنت استخدامها مناط لك. ولكن هم طوروا هذه الآلة، والآلة هذه هي جزء وليس كل، يعني الاي اي ليس اوبن اي اي، الاي اي اوسع وموجود له اصول وتطبيقات مختلفة، ولكن تطبيق من التطبيقات هذه هو ايه؟ هو اوبن اي اي، و اوبن اي اي متفرع منه تشات جي بي تي. طيب الآن الجزء اللي يخليك تتعامل معاه، انت لازم تحسن قواعد الكلام، يعني قواعد اللغة الإنجليزية، بحيث انك تكتب كلام يكون مفهوم بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للإنجن. فهتحتاج انك تتعلم ايه هي الصيغة وإيه هي الطريقة اللي أنت تكتب فيها. تمام، الخاصة بأوبن اي اي، وهذا مثال لها، هذا مثال لها من الأساليب والطرق في الكتابة حسب موضوع، إذا كان برمجي، إذا كان عام، إذا كان تعامل مع البريد الإلكتروني، إذا كان في السوشيال ميديا، في أسلوب وطريقة في الكتابة. هذه هي اللي أنت تستهدف فيها أنك تكتب عشان تحصل على النتيجة المطلوبة من استخدامك للأداة. تمام، طيب تطوير خدمة أو منتج باستخدام اوبن اي اي في على نحو وكتابة معينة، تمام، هتخرج بخدمة او منتج موجود في السوق. تمام، فالخدمة او المنتج الموجود ايش هي؟ هي شيء ابسط من العام، موجه للمستخدم العادي، يعني المستخدم هو مش محتاج انه هو يتعلم كيف يتخاطب مع الاوبن اي اي بلاتفورم، هو مش لازم يتعلم كل الصيغ. طبعا هذه امثله، ولكن في المجال واسع، كل الصيغ هذه سواء كان في الشات او يعني توليد الصور،
تمام، او التعامل مع الخدمات الاخرى سواء كانت الصوتيه او الفيديو. فانت دورك كمبرمج او صاحب او مقدم خدمه انك انت تختار المناسب للمجال، فتاخذ مثلا من كل هذا. مثلا اذا انت مهتم في توفير خدمه مثلا مثيله بالشات جي بي تي، فانت حتهتم في الجانب هذا فقط، تمام. اذا كان لا، انت حتوجه حتبني أداة للتعامل مع البريد الإلكتروني، مع يعني أي احتياج في التعامل مع البريد الإلكتروني، فهتحتاج تأخذ هذه إيش، طبعا حتدرس إيش هي الاستخدام الأمثل ليها، وبعدين توفرها كخدمة أو منتج، تمام. وهذا ليس حصر، ولكن هذه أمثلة، تمام. طيب هنرجع لهذه الآن. فاختصار الموضوع انك انت ايش حتقدم خدمة او منتج الاستخدام الامثل ليها كخطاب موجه الى اوبن اي اي. الخطاب هذا هو نماذج، انت هتعمل النماذج هذه، هتاخذ من المستخدم ايش يبغى، تنشئ النماذج أو 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 الخطابات المطلوبة وترسلها لأوبن أي أي، اللي هيعتمد إنه يعطيني النتيجة السليمة هو الخدمة أو البرنامج اللي أنت بتقدمها، اللي تعمل إنشاء للخطابات اللي هي مكتوبة بشكل سليم يفهمها الأوبن أي أي، تمام. فأنت بتتيح الخدمة لي المستخدم انه هو يكون في غنى عن دراسة اساليب وطرق الكتابة، تمام. كل الخدمات والمنتجات الموجودة الان اللي بتعتمد على اوبن اي اي هي بتعتمد على هذا الشيء. طب ايش المطلوب منك؟ المطلوب منك جانب معرفي، لازم انت تعرف الاستخدام الامثل لاوبن اي اي وتفهم كيف تتعامل معها، وهذا جانب عام. الجانب الخاص اللي هو الجانب التقني هو تطبيق هذه المعارف، تطبيقها ونمذجتها، عمل نماذج ليها، تمام، على صيغة خدمات ومنتجات. هذا المختصر المفيد في التعامل مع اوبن اي اي تحديدا. واوبن اي اي هو ثمرة في مجال الزراعة، خلينا يعني نبسط المثال، ثمرة بس في مجال الزراعة، لها شجرة ولها زراعة وفي ثمرات أخرى، ولكن المجال هذا كله هو مجال ال الذكاء الاصطناعي، مجال كبير وضخم، تمام. قد يمكنك أنك تؤسس وتبني ذكاء اصطناعي خاص بالخدمة والمنتج بشكل متكامل، هذا في استطاعة انك تقوم بهذا الشيء، ولكن الآن حنتكلم بس عن الاوبن اي اي. طيب بعد ما خلاص كونت، طبعا هذا مثال، ولكن في مواقع كثيرة بتوفر لك الأسلوب والطرق في التعامل مع الشات جي بي تي، تمام. هذا الشات جي بي تي، ولكن في استخدامات أخرى للأوبن أي، اللي هو توليد الصور وترجمة المقاطع الصوتية، وفي خدمات أخرى ممكن تطلع عليها، تمام. وبالتالي أنت حتكون فكرة إيش الخدمة والمنتج اللي حتطلع بيها، تمام، وتتخذ القرار انك انت تاخذ يعني خطوه في انشاء الخدمه او المنتج. هذا الان مثال، هذا الان برنامج في ديسكورد اسمه بلو ويلو. بلو ويلو هو برنامج انشاء صور. بس ناخذ مثال ايش تطبيق لي عمليه النصوص. انا مثلا انا ابغى صوره، تمام، ابغى صورة جبل،
تمام من الآلة، تمام. أنا الآن الوصف اللي أنا كتبته أبى أستهدف شيء معين، ممكن أنا ما أوصل للصيغة اللي أبغاها لأن أنا ماني عارف أتخاطب مع الخدمة بشكل ممتاز، مع الأداء بشكل ممتاز. فالتحدي هو أنك أنت كيف تفهم تتخاطب معها بشكل سليم عشان توصل لنتيجة 90% تكون أقرب للحاجة اللي أنت تبغاها، تمام. فالتحدي الآن مع الخدمة هو أنك تفهم يعني كيف تعامل معها. شوف الآن أنا الصورة اللي أنا كنت أبغاها مو هذه، مو هي، فيلزمني وقت طويل إني أنا أفهم، ممكن حتى أخش على الموقع وأقرأ كيف أتعامل معها، بالتالي عشان أنا الوصف حق الأمر يكون سليم، وصف الأمر يكون سليم ويطلع لي الصورة اللي أنا أبغاها. شوف أنت لما تخش هنا تحصل في ناس كثير بتحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاشر وعشرين وممكن ما تطلع بنفس النتيجة، وفي ناس ممكن تطلع من أول مرة يعني، تمام. فهي هي هي صحيح فيها دور من جانب الحظ، ولكن في الأساس لازم تعرف قواعد التعامل مع لغة الآلة، تمام. اللغة هذه اللي هي بتعتمد على قواعد اللغة الكلامية اللي بنتكلم فيها باللغة الإنجليزية، ولكن بصيغة خاصة بالخدمة الموفرة بالنسبة لأوبن اي اي، تمام. نفس الكلام بالنسبة للشات، ونفس الكلام بشكل عام كل الخدمات اللي لها علاقة بالأوبن اي، لازم تعرف يعني كيف تتعامل معها، ايش النصوص او طريقة او الاسلوب او الطريقة في التعامل معها والحصول على النتيجة المطلوبة. هذا في المجال المعرفي. المجال المعرفي ليس تقني، ولكن بقدر الامكان هو استخدامي، بمعنى انه شخص ممكن يطور يعني عربية كاملة، ولكن مش شرط انه هو يستطيع يقودها، فالقيادة هي تكون معرفية. طيب في الجانب الثاني اللي هو البرمجة، الآن صار في وضوح بالنسبة كيف ممكن التعامل معها وإيش السياق والنصوص المطلوبة في الخدمة أو المنتج، تمام. الآن فقط دور أنه تحويل البروسيس من بروسيس يدوي إلى بروسيس عن طريق خدمة أو منتج. هنا يجي دور المطورين. فالمطور هو حيكون مهتم ان هو يطلع على الدوكيومنتيشن وتحديدا الاي بي اي، والاي بي اي هي حتكون الوسيله في التعامل مع اوبن اي اي لتنفيذ الاوامر والنصوص المطلوبه لانشاء النصوص والصور وكل المخرجات المطلوبة بدون اللجوء إلى أدوات مثلا زي الشات جي بي تي أو مثلا برنامج ديسكورد. فأنت ما تحتاج هذه كلها، خلاص إذا في مبرمج موجود هو حيقوم بالأوامر هذه ويجيب النتائج لك، تمام. ولكن في حال أنك أنت بتعمل خدمة أو منتج، أنت بتستهدف شيء محدد لمجال معين مش شيء عام. الآن شات جي بي تي هذا عام، الاحتمالات فيه غير محدودة، ولكن كخدمة زي مثلا كاتب، زي مثلا أي برنامج الآن طالع يوفر خدمة الـ AI، أو خاصية في برامج قائمة أضافت خاصية الـ AI، أنت فقط حتضيف جزء محدد وبقوالب نصية مجربة، تمام. طيب المبرمج ايش هيحتاج؟ هذه بس لمحة، ولكن في كورسات تفصيلية انا هحط روابط ليها تحت في الوصف حسب اللغة المستخدمة، ولكن هنا هذا مثال. يعني شوف الآن
اللغتين المدعومة بالنسبة للشات جي بي تي هي النود جي اس والبايثون، ولكن يوجد لغات أخرى. اللغات هذه بتتعامل معه، تمام، وهذه كلها مدعومة من أفراد، تمام، مش مدعومة من أوبن أي، عبارة عن مجموعات كوميونيتيز أوبن سورس، كل واحدة باللغة المطلوبة. فأنت مثلا إذا بتستهدف الدوت نت هنا موجود، في مبادرتين موجودة. إذا أنت مثلا تبغى بي اتش بي هنا في مبادرتين موجودة، تمام، وإلى آخره. يعني كلها موجودة يعني مكتبات لاستخدام او التعامل مع الشات جي بي تي عن طريق الاوبن اي، طريق الاي بي اي، تمام. طيب نيجي للتطبيق. هذا الان مثال، انا استخدمت البي اتش بي، تمام، استخدمت البي اتش بي، هذا مثال لي. خلينا نشوف سيرش اوبن اي، تمام، هذا بي اتش بي، تمام. طبعا فقط ابغى اشوف انه هي شغاله ولا لا، تمام. فهذه الان خلينا نشوف الكود تبعها، هي البي اتش بي، تمام. هذه باستخدام واحدة من اللايبرز الموجودة في الكوميونتي، تمام. هذه واحدة. الآن هو بينفذ أمر واحد بس، أمر نصي واحد. شوف هذه طريقة الكود. شوف هو يعني حسب الرول إذا كان سيستم أو يوزر أو أسيستنت، تمام، وعمل استعلام وجاب النتيجة. فأنا النتيجة هنا، شوف طبعا النتيجة هنا، تمام. فهذه فقط استخدام الشات في الموديل اللي هو جي بي تي 3. طبعا كل التفاصيل هذه هتفهمها لما تاخذ الكورس التفصيلي كمبرمج، انت كيف تتعامل معها في لغة البي اتش بي او في اي لغة اخرى، تمام. فهذه كأنك انت فاتح الشات جي بي تي وبترسل هذا، ولكن بتفاصيل اكثر، مش بس انك انت بترسل، لا بترسل وبتحدد حتى السيستم ايش هويته، تمام. السيستم هذا ممكن تحدد هويته انه هو مثلا يكون شخصيه عامه، ممكن يكون جهه عامه، ممكن يكون ليه، لانه في الردود هو حيتقمص اسلوب الشخصيه هذه. يعني مثلا لو ذكرت مثلا انه السيستم يكون ممثل فلاني مثلا، فهو هيتكلم بنفس الطريقه. اذا كان هو شخص كوميدي هيتكلم بطريقه ساخره والى اخره، تمام. فهذه طبعا ليها دوكيومنتيشن تقدر تطلع عليها من اوبن اي اي، وليها تجارب مع الوقت حتكتسب فيها خبره، تمام. طيب هذا مثال مبسط بس على اكشن واحد في الشات، تمام. شوف هنا مثلا لايبرري اخرى معموله برضو بالبي اتش بي، تمام، ويتم هنا استخدامها. خلينا نشوف هنا، تمام، هنا شوف بيطلع نتيجة وبيطلع برضو كم توكن مستخدم. أنا هنا ضفت إنه كم توكن مستخدم وإيش هي النتيجة حق الكويري هذا، what sport do you play. شوف هنا خليته يقول أنا خليت السيستم قلت له you are ice cube، أنت المغني الأمريكي ice cube، و إيش الرياضة اللي تلعبها، تمام. فهو هنا حيجاوب بنفس الطريقة، بنفس طريقة المغني هذا، حيتقمص شخصيته ويتعامل بها، تمام. فهذا الآن مثلا لو جينا فكرة مشروع، انك انت ممكن تعمل
هذا بس على عجالة يعني، ولكن الأفكار كثيرة. أنت ممكن تعمل صفحة لمغني أو ممثل وتتيح للناس أن هم يتخاطبوا معاه، هو حيرد عليهم بنفس الأسلوب اللي تعودوا عليه، بنفس الشخصية، بنفس الأسلوب اللي هو بيتعامل به. هذا الآن فكرة على السريع، تمام؟ ممكن تغير أي شخصية وتبدأ تتكلم. طبعا دعم اللغات الأخرى موجود، ولكن الدعم القوي هو اللغة الإنجليزية، تمام؟ في الأساس يعني. إيش المطلوب منك كمبرمج؟ مطلوب منك كمبرمج إنك أنت ترجع للـ AI وتجرب هنا في الريفرنس، تجرب كل الخصائص الموجودة، سواء كان لها علاقة بالشات، لها علاقة بالإديت، الإيميجز، الإمبيدينج، الأوديو، الفايلز، كشكل تقني، كتعامل تقني، تمام؟ تفهم التعامل معها. ولكن تطبيقها هو يعتمد على الجانب الإداري. الإداري أو صاحب المشروع لازم هو هو بيجي عشان يكون عنده وضوح رؤية بالنسبة للخدمة أو المنتج، تمام؟ وأوريدي عنده النصوص أو الصياغات، سياق الحديث أو القواعد اللي بي 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 بيستعين بها في أداء الخدمة أو المنتج. فهو كل اللي يحتاجه منك كمبرمج إنه أنت تسهل له العملية عن طريق خدمة أو برنامج. بدل ما يعني مثلا إذا كان هو مثلا واحد مسوق، فهو كل يوم بياخذ السكريبتس حقت أو النصوص اللي هو يحتاجها، مثلا في إنشاء عنوان، في إنشاء حملة، في إنشاء وصف، في إنشاء، ياخذ هذه كلها ويبدأ يستخدمها واحدة واحدة بشكل مانوال. ياخذ نص، ياخذ يفتح مستند نصي وياخذها ويعدل عليها، وبعدين ياخذها كوبي بيست. بعدين هذه العملية تكرارها مرهق، فهو يحتاج إلى أداة يعطيها مثلا عنوان وخلاص، هي تبدأ إيش تعمل العمل التكراري المتكرر، تعمله بشكل آلي. هذا هو دور المبرمج، يجي هنا، يجي انه هو يحول العمليات المتكررة الى عمليات تكون مؤتمتة، السيستم يقوم بها، تمام؟ مثال لهذا الشيء، مثلا في بعضهم بيستعين بالشات جي بي تي في كتابة المقالات، فهو ايش بيسوي؟ بياخذ عنوان المقالة، عفوا، ياخذ الموضوع ويطلب من شات جي بي تي انه هي تقترح مواضيع ليها، تمام؟ هو ياخذ مثلا الخبر مثلا، فتقترح مواضيع، بعدين ياخذ من الموضوع هذا موضوع ويبدا يطلع منه عناصر الكتابه، وياخذ كل عنصر ويبدا ايه يطلع منه نص، تمام؟ هذه العمليه لما تكون بشكل يدوي بتاخذ منه مجهود اعلى، بينما اذا كان في تول او 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 خدمة بتوفر له انه هو بس يدخل الموضوع، فتعمل اوتو جنريت لكل حاجة بخطوة واحدة، بدل ما تكون 6 7 خطوات تصير خطوة واحدة. هذا هو اللي الخدمة اللي يحتاجها الاداري من المبرمج او المطور. طبعا المبرمج والمطور هو حيتعامل مع البرمجة، ولكن هو ليس له دراية في النصوص السليمة في التعامل مع شات جي بي تي. هذه المفروض الإداري هو اللي حيجيبها، تمام؟ أو صاحب المشروع. هذه فكرة مختصرة، أنا حترك برضو في الوصف، يعني حتى في اليوتيوب أو في أي، حتى في جوجل ممكن تبحث إذا كنت مبرمج إنك كيف تتعامل مع شات جي بي تي في الـ API وتوسع فيها. وإذا كنت إداري حتبحث عن منصات تعلمك كيف تستخدم أو كيف تتعامل مع أوبن AI وشات جي بي تي. طبعا في ختام الموضوع أحب أكد هذه النقطة، أنه أوبن AI هي فقط نموذج في مجال الذكاء الاصطناعي، نموذج وليست هي الذكاء الاصطناعي بحد ذاته. وشكرا، السلام عليكم.